اليوم احنا خريجين الهندسه الكهربائيه، هاي كلها خريجين الهندسه الكهربائيه من كافه المحافظات ومن كافه الجامعات العراقيه. ماكو فرق لا هذا ابن منطقه ولا ذاك ابن منطقه، هاي النقطه الاولى اللي احب اوضحها. ماكو فرق لا ابن البصره ولا ابن بغداد ولا ابن الغربيه ولا ابن الشمال. هاي تمام، حتى لا يلعبون عليها بعد يومين، لانه احنا نعرف وكل زين. وانطرحت علينا ايضا بالاعلام، قالوا انه فلان ابن منطقه وفلان عندهم نفط وابن الجنوب عنده نفط، ليش ما يشتغل هناك؟ تمام. وانطرح موضوع ان الجامعات الاهليه والحكوميه، احنا نحب نوصل لهم رساله، احنا هنا كتله واحده، الله وكيلك بلوكه زين. والله العظيم اللي ينزل من الوزاره راح يشوف هنا بلوكه زين، كنا يد واحده، عندنا حق، ما عندنا مطالب. لا حد يقول انا عندي مطلب، انا عندي حق، حق بهاي الارض، الدستور والقانون والشرع وكل شيء بالدنيا هاي، كفلي انا حق بهاي الارض. انا كل شيء ما لي حق هسه، لا عندي ارض، لا عندي راتب، لا عندي طقعه الله السوداء، كل شيء ما عندي. انا اريد حق بهاي الارض، حقي اخذه يعني اخذه. اليوم باكر عقبه ابقى هنا شهر شهرين سنه، انا حقي طلع من دول، حقي التعيين، هذا ابسط حق انا ممكن اخذه من الدوله، ابسط حق. هذا انا يعطيني راتب مليون، انا شنو مليون؟ مليارات عم العراق، ثروات ثروات، الله وكيلك دق القاع حسنا يطلع لك نفط وغاز. هذا حقي انا اخذه، حقي كفلي اياه الدستور، يصعد لي ينزل لي قوائم مال اسماء، يقول لي والله اجور يوميه، لا مو اجور يوميه، انا ما اشتغل عامل عند واحد، انا مهندس، انا فوق الكل، يجي وراي الفن ويجي وراي العامل ويجي وراي كل الشهادات. انا مهندس كهرباء، انا اعلى واحد بالكهرباء، انت ما تقشمني باجور يوميه لا عيني، هاي ما نقبلها، ولا واحد من المتظاهرين المعتصمين يقبلوها. احنا نريد تعيين، حقنا ناخذه والله العظيم، وحق هو لا اله الا الله محمد رسول الله زين، حقنا ناخذه لو بعد 5 سنين، ما اتنازل عن حقاني، لا اجور يوميه ولا عقود ولا ما ادري شنو، حقي اخذه، مو مشكلتي انا من الوزاره، من رئيس الوزراء، من مدري منو، ما لي علاقه انا، هاي قضيه مو يمي. انت السياسه بياناتكم تحلونها، قعدوا بياناتكم وصفوها، خطوها وبعدين صفوها. انا بالنسبه لي اريد حقي، ما لي علاقه شلون، لا تقول لي مو صلاحيتي، ولا تقول لي ما عندي وظائف، ولا تقول ماكو ما عندك وظائف. احنا صعدنا الوزاره 250 درجه وظيفيه، قال لي عدان هم اعطوا جولات تراخيص للشركات الاجنبيه بالقانون، ما جولات تراخيص، المفروض 80% عراقيين العماله، 20% اجانب. تعال روح امشي اخذك انا للبصره، امشي اخذك انا للبصره وشوف العماله هناك، الاف بس البنغاليين 200 الف وصلوا، 200 الف عمي تشتحشون عمي، دوله راحت انتهت الله وكيلك، دوله انتهت النخرت، 200 الف تعرف شنو يعني؟ شعب كامل انت جايبه هنا، شعب شعب كبره، هاي البحرين تعدادها 10,000 بس في وزاره الكهرباء، بس حجي هاي احكي لك بس النفط، انا بس النفط، هاي العماله ما تجولها التراخيص، عماله بالقانون 80% عراقيين 20% اجانب. احنا قعدنا يسعد العيداني قلنا له تعال راويني، قال 80% اجانب بس عندي 20% عراقيين، انقلبت انقلبت حجي انقلبت، بوق بوق عمي بوق بوق، الله وكيلك كافي بوق، هاي الناس مو بطلانة ترى جاية قاعدة هنا صار لها 11 يوم عايفة أهلها وعايفة، وناس متزوجين عندهم جهال، هذول مو بطلانين، هذول الدنيا سدت وجوههم ترى، وجو قاعدة لك هنا بالشمس، هسه خلي ينزل لي أكبر مسؤول هنا بالوزارة، خلي ينزل الوزير إذا يرضى على بناته وعلى أولاده يقعدون هاي القعدة، ما أرد أحكي أنا، ما أرد أقول لك الكلمة، بس خلي ينزل هنا إذا يرضاها على بناته وعلى أولاده، أقول له روح روح ومسلمك بيد الله، وهاي الخيمة فلشي، إذا يرضاها خلي ينزل، بس خلي ينزل، وخلي يقول لي إي أنا أرضى على بناتي وعلى أولادي يقعدون هاي القعدة، إذا واحد شريف وعد عرض بيهم، إذا واحد شريف ما يقبلها، بس اللي مو شريف يقبل البنات يقعدن هنا 11 يوم. يا ما نتعب، يا ما نتعب، هذا اسبوع اسبوعين يا ما نتعب، يجي حقوق المتخاف.
متخرجين لا ما ندعم نريد حقوق المتخرجين لا ما ندعم اليوم نريد التعيين لا ما ندعم اليوم نريد التعيين لا ما ندعم وعدكم تعبانين لا ما ندعم لا اسبوع اسبوعين لا ما ندعم لا عندكم تعبانين لا ما ندعم لا اسبوع اسبوعين لا ما ندعم نريد حقوق المتخرجين لا ما لا ما ندعم اليوم نريد التعيين لا ما ندعم مريض لا ما ندعم يا مريض ما ندعم قالوا اسبوع اسبوعين لا ما ندعم قالوا عندكم تعبانين لا ما ندعم قالوا اسبوع اسبوعين لا ما ندعم قالوا عندكم اول شيء احنا مهندسين الكهرباء خريجين كنا مهندسين كهرباء كلية الهندسة كل الموجودين هنا متخرجين يعني بسنين يعني قديمة مو تقول قريبين أو شيء جايين يعني بحق الدم جايين صار لهم سنين متخرجين وما لهم أي لا تعيين ولا عقد ولا أي شيء زين ليش يعني كل الخريج هندسة يعرف حتى المخرج هندسة هندسة الكهرباء كلش قسم صعب زين ليش يعني شباب مثل الورد ما متعينين والله إحنا البنات أوكي ممكن إنه نقعد بالبيت بس الشاب وين يودي وين يروح بروحه يعني ورا تكوين نفسه ورا عائلة احتمال يريد يتزوج ليش من دون تعيين؟ سنين يتعب هم دراسة هم أهله هم هو ليش يعني التهميش هذا؟ وبعدين من يجي هنا ويفترش القاع ويقعد ويبات هنا شنو قبل أهله ما خايفين عليه؟ لو هو ما خايف على نفسه بس غير من حرقة دمه من حرقة روح على نفسه سنين يتعب ويدرس وتالي ما له تعيين وين ما نروح ما يريدونه للعلم وبس يعني مو بس دوائر الدولة حتى الشركات ما تحتاج المهندس الكهرباء ما احنا اختصاصنا كلش صعب بس وزارة الكهرباء المفروض هي تعيننا هذا السؤال اللي سألتني اكون تشوف المشاريع التخرج مال طلابنا طلابنا مو هينين مو معناها جايبي لي عماله لانه احسن من طلابنا طلابنا مو هينين والله مشاريع التخرج طنانه ورنانه والله الكريم يعني كان بغداد والمحافظات كان هنا والمحافظات بكل مكان احنا مشاريعنا مو هينه اني من يجيب لي عماله يفضلها علي ليش لان عنده خبره خب شغلني اني انطيني خبره الي اني سنه واحده عيني اني ليش ما اكتسب خبره حالي يتحججون انه عندهم خبره ليش هو منين اجت الخبره قابر من الهوى غير بالممارسه اني لو مشغلني ما اتعلم اتعلم ليش اني مهندسه حاله من حاله بس هم يفضلون العمالة احنا البنات نجي وننتهي الدوام ونروح ما تكذب عليهم بس الولد يظلون هنا ويباتون والله العظيم حالهم يبتش الصخر صح هم سباع وما يحجون وابطال ولد ابطال ما يقولون ان احنا تعبنا بس احنا نحس بيهم لان هم مثل اخوتنا يعني شنو معنى شاب مثل الورد يبات هنا لو يبات بين الشوارع هنا بين على الرصيف ليش هو مهندس هنا والله معدلاتنا ترى مو قليله كنا 94 و95 واعلى هماتين ليش لعد احنا ما تعبنا بس السادس اخذ من عندنا ذاك الحيل والله العظيم ورحنا للجامعه هماتين وتخرجنا وغير نفرحه اهلنا مو بس تعبنا ما اقول لك بس تعبنا مو احنا بس اهلنا ايش قد تعبوا علينا وحقنا احنا ما نطالب بفشي يعني مستحيل او فشي ما ممكن مثل ما يعينون باقي الوزارات احنا معين يعني احنا وزاره الصحه ايش قد تعين بالسنه مو كل الشسمه المجاميع الطبيه والمعاهد زين هم خريجيهم بقدنا احنا عندنا خريجين قابل بجد الطبيه وكل سنه ما شاء الله يتعاونون بالعافيه عليهم احنا ما نحسد احد بس احنا نطالب بحقنا حالنا من حالهم احنا خريجين وتعبنا على نفسنا طيب. الوزير المفروض هو اللي يعني يطلب مقابلتهم وحتى لا يقابلهم يعطيهم حلول مو منطقيه يعني صراحه احترامي للوزير يعني اجر يومي للشاب محترق دمه وصار له 10 ايام يعني اني بالله اني من الحله مو مشكله اروح وارجع بس اللي جاي من البصره اللي جاي من الناصريه هاي اجر اليوم ترفضون طبعا اقول لك اجر يومي يعطيني بدون تخصيص مالي انا شو اسوي بالاجر اليومي بدون تخصيص مالي تنتهي السنه يقرون موازنه جديده يقولون انا ما عندي فلوس إليش الله محمد وعليك ها ارجع يعني انوه على فد شغله انه اللي يقولون انه اكو عقود ثبتت وانه بعد الوزاره ما عندها درجات وظيفة العقود اللي ثبتت محال كلها هندسه كهرباء انا اعرف انه يعني متاكده من هذا الحكي اللي دا احكي مو كلهم هندسه كهرباء اختصاصات ما لها دخل بالكهرباء فانا احق بيها ليش انا ما اقول خذها من غيره واعطيني اياها لا هذا بالعافيه علي بس انا وفر لي مثل ما وفرت ليش انا مهندسه كهرباء حالي من حالي احنا مهندسين هندسه كهربائيه
حقوقنا هي تعيين. مطالبنا هاي صار اكثر من تقريبا 9 سنوات مهندسين كهرباء بدون تعيين. هاي احنا مهندسين كهرباء بدون تعيين. طالب سياده الوزير بنظر انه بعطف الابوي على هاي المهندسين اللي قاعده من كل محافظات العراق. يا اخي ما ترميش والله العظيم ما ترميش بالحسين. هاي صارنا 12 يوم باي الحريه. يا اللي يقبلها على نفسه. يا اخي نطالب المسؤولين، طالب جهات، طالب سيد رئيس مجلس النواب، سيد رئيس الوزراء، سيد رئيس الجمهوريه بنظر على هاي الشباب. هاي الشباب كلهم مهندسين يا اخي. يا اخي وين نروح احنا؟ احنا ولد البلد، مشغل عمال اجنبيه اكثر من 103,000 عمال اجنبيه. يا اخي ما ترامج. يعني ولد البلد قاعدين 6000 دولار ينطي خطوره امنيه للاجانب واحنا قاعدين. احنا ما طلبنا هو تعيين. الوزاره انه طلبوا من عندنا اجور يومي احنا ما قبلنا. صراحه اجور يومي ما تفيدنا، اخويا بدون تخصيص مالي ثاني يوم يشمرك بالشارع. يعني عرضوا عليكم؟ نعم عرضوا علينا وما نريده. نعم متمسكين وباقين هنا، نحن نريد تعيين. عنا حال مهندسين نفط وغيره وغيرها. احنا مو احسن من عندنا. يعني احنا ولد البلد قاعدين، وين نروح؟ كل محافظات العراق. من بغداد، من الديوانيه، من الناصريه، من الانبار، من البصره، كل محافظات العراق، من دياله، كل الشباب موجوده هنا. هاي البنات نفس الشيء من المحافظات. يعني يا اللي يقبلها على غيرته بنات هنا بعمر الورود قاعدات هنا بباي الحريه. يا اللي يقبلها يا مسؤول شريف يجي يشوف هاي البنات هنا. عرقتنا الشمس يا اخي والله العظيم ملينا. اخوي يشوفنا يطب منا يطلع منا نفس الشيء. ليش وياه ويا مسؤول شريف يجي يقول هاي شوف هاي الشباب البنات هاي القاعده. احنا مهندسين الكهرباء صار لنا اعوام هوايه متخرجين. يعني احنا من 2007 حد هسه، يعني احنا مو كنا دفعه واحده، محافظات كنا من كل المحافظات احنا جايين. ما لقينا فرصة نتعين لأي مكان، ما لقينا. يعني صار لنا اللي بيها 9 سنوات، اللي 10، اللي 11، ما عنده فرصة لا بالقطاع الخاص ولا بالقطاع العام. القطاع الخاص صار حتى صار معارف وواسطات وما يعرفون، ودفع فلوس وما أعرف شنو. حكومة أنا أروح أجي الوزارة يقولوا ماكو شيء، يدخلوني حد الاستعلامات يقولوا لي ماكو أي درجة وظيفية أرجع. يعني سنين صار لنا. يعني أنا من زمان متخرجة وغير مو بس إحنا. احنا هذا وضعنا. يعني احنا لو عندنا غير فرصه ولا او عندنا غير حل، ممكن اقول احنا نجي بهذا الوضع. يعني انا والله العظيم حتى حساسيه صارت بعيوني من الحراره، غيرنا بنيه تخربطت، ولد صار بيه تسمم، الولد تعبانين ينامون بالشارع. يعني والله حتى ثاني من شفتهم هيك ليش انا طلعت همين؟ صحيح انا صار سنين، بس يعني هو ينامون بالشارع. يعني واحد حتى ينقهر، يعني مثل اخوه، يعني شلون نايم بالشارع وهو مهندس؟ يعني هو ودي طالب تعيين، يعني ما جاي يطلب من احد. احنا كنا درسنا وتعبنا كليات واهلنا تعبوا علينا، احنا نريد فرصه احنا نشتغل زين. معقوله احنا البلد يعني ما محتاج مهندسين؟ يعني احنا كهرباء شو كنت تجيب اليوم؟ خلينا نحكي صراحه، يعني احنا تجينا ساعتين كل 4 ساعات ما عندنا كهرباء. ليش؟ لان احنا محطاتنا ما تشتغل، وضعنا تعبان، بنى تحتيه صفر. يعني احنا محتاجين. احنا هاي اصلا احنا نسائل، احنا ليش يعني 80 الى 90% عماله اجنبيه و10 او 20% العراقيين؟ ليش يعني؟ احنا المفروض بالعكس احنا نستفاد من عندهم ونخلي نسبه من عندهم على مود ناخذ من عندهم خبره واحنا نشتغل. احنا مستحيل اكو واحد يرفع بلده اذا مو ابناء بلده. يعني احنا نجي من غير احد يجيب يبنينا بلدنا؟ احنا بلدنا يعني احنا كنا بحروب. احنا المفروض احنا نرتفع هسه، احنا لازم نبني بلدنا. احنا هسه الوضع احنا هسه الصحه، بس قطاع الصحه يشتغل. يعني احنا دوله مريضه، بنا تحتيه صفر، شوارع ما عندنا، كهرباء ما عندنا، كل شيء ما عندنا، معدمين احنا. احنا بدنا نرجع بالعكس، احنا الشارع اليوم نشوفه زين، السنه جايه ترجي تلقاه متدمر. احنا تخرب محوله، ماكو مهندس يجي يصلحها، تبقى ماكو، لان مهندس ماكو. بعدين يقولون شوفوا جمع، شوف ما ادري شنو، اشتروا غيرها لان ماكو احد يصلحها. زين ليش تعدوا؟ احنا ليش قاعدين نعد بالبيت؟ ليش درسنا اصلا؟ زين ليش احنا والله وصلنا وحنا ليش ما يسدون الهندسه اصلا؟ ليش يخرجون هسه كل سنه يخرجون فد 1000 وفد شيء مو صحيح؟ يعني ايش قد يعينون؟ زين ليش لحد احنا نتخرج؟ سدوها وخلونا احنا نتعين وبعدين ارجعوا افتحوا الكليه من جديد، مو صح؟ ليش دنا احنا؟ يعني احنا اللي اصلا اجيال ما عبالهم هذا الوضع، كلهم يروحون ويدرسون وهاي ويرجعون نفسنا يقعدون، وهذا الوضع ومستمر. كل ما نحكي نقول ما يخالف الله كريم هسه يتغير الوضع، ما يتغير الوضع. نحكي نقول لهم احنا نريد فرصه عمل، احنا والله ماكو الوزير ما يقدر ما عنده صلاحيه.
ليش؟ طبعا احنا هنا معتصمين هذا اليوم الدعش. احنا مثل ما تشوف مجرد خلينا نقول وصل شيء تغطينا، درجة الحرارة فوقك يعني فوق 50 درجة. احنا هنا قاعدين على صبة، الصبة هاي فوق 65 درجة، صار لنا 11 يوم مبيتنا هنا. احنا شنو مطالبنا؟ بسيطة، مجرد طالبين حقنا اللي هو حقنا انه نتعين، نريد تعيين. احنا بصراحة الوزارة عرضت حلول انه تشتغل اجر يومي، اجر يومي، اخاف اللي ما عنده يعني علم عليها او شنو، يعني تشتغل حالك حال العامل. احنا مو انتقاصي من العامل، بس احنا تعبنا على نفسنا. احنا طبينا معدلات عاليه في كليات الهندسه، معدلاتنا 88 اللي بيني وبين ابو الطبيه درجات. زين انا تعبت على نفسي وهاي السنين والصرف كلها، واهاليتنا يعني دم قلوبهم واللي يشتغل، تالي اجي اقعد هاي القعده. يعني لو اكو مسؤول بالدوله خلي يقول هذا خلي يكون ابنه بمكان، يعني خليه يتخيل، ما يخلي احد قاعد هنايا. وهاي البنات اخواتنا. طبعا انت قدامك الخيمه هذه، احنا عراق مصغر هنايا، من كل المحافظات معتصمين. احنا جايين هسه جماعه الانبار، دياله، ديواني، من كل المحافظات، ومطلبنا احنا بسيط، يعني يقدرون يعالجوه. اخاف يعني يقولون مثلا ماكو تقدر تخاطب الماليه انه المديريات مال المحافظات كلها عندها نقص بالكادر، يعني محطات النقل والتوزيع والتوليد كلها كادرها قليل، يقدر يعالج الموقف مالتنا. بس ما اعرف يعني اذا يريد يقول احنا نخليكم هنا يجوز يوم يومين يملون، لا والله مستعدين نبقى شهر وشهرين وثلاثه، ما عندنا احنا هنا نكون او نكون، مو نكون او لا نكون، يا اما نحصل شيء يا اما نروح، يا اما يتخذون قرار انه يسدون كليات الهندسه. انا مو اخرج المهندسين وتالي اعوفهم يشتغلون عماله، اسد كليات الهندسه وانا اقول هذا هو العراق، انا بطلت ابني، ما اريد مهندسين، روحوا وين ما تريدون روحوا، حتى نعرف نحترم امرنا. مو انا اخرج خريجين واجي، انا عايف اهلي وعائلتي، انا متزوج وعندي طفل، هاي صار اليوم 11 انا عايف اهلي وجاي معتصم هنايا، تريدني هسه يعني او باكر او عقبه ارجع؟ لا والله ما ارجع، انا ما ارجع اذا ما احصل حقي. خلي الوزير يشوفنا وخلي المسؤولين يشوفونا، انا وكل هاي الشباب والبنات ما نرجع اذا ما نحصل حق. احنا مهندسين الكهرباء اللي متخرجين من سنة، احنا عندنا من سنة 2007 فما فوق لحد 2018. احنا الجانب المتضرر من المجتمع، مهندسين الكهرباء اللي تعبوا على ما اخذوا هاي الشهادة، بالتالي هذا حالنا، صار لنا 11 يوم احنا بالشمس اعتصام ومتظاهرين من البنات والولد. الولد الاعتصام مالتهم ليل نهار هم باقين هنا ومتأذين كلش، والبنات ديجون هم وجهالهم هم وعوائلهم وعارفين كل مسؤولياتهم، حتى اكو بيهن يعني بنات مثلا ديجن هنا يعني وجهالهم وحوامل، حتى اكو واخذناهم من المستشفى. احنا نطلب حقنا، حقنا الدستوري اللي كفل لنا اياه الدستور اللي هو تعيين. يعني احنا مهندسين ومخلصين وتعبانين على نفسنا وعيوننا راحت على ما حصلنا الشهاده، بتالي هذا حالنا. المشكله انه احنا اصلا متدربين على ايد اساتذه او متدرسين على ايد اساتذه اكفاء جدا، واحنا طالعين مهندسين اكفاء جدا، مشاريعنا هي اكبر دليل علينا. وزارة التعليم العالي بيها مشاريعنا اللي تثبت كفاءتنا وقوتنا، يعني هسه احنا اذا نافسنا احنا ممكن ننافس الاجنبي بكل قوه، لان احنا اصلا مشاريعنا طلاب بعدنا بلا خبره، مشاريعنا كلش قويه، ووزارة التعليم العالي هي الدليل على هذا الشيء، خل هي تعطي المشاريع مالتنا القويه الموجوده عندها. المشكله شنو؟ انه الراتب نفسه، المهندس العراقي والاجنبي، الاجنبي ياخذ ضعفه. هاي الكارثه. الولد هم معتصمين، احنا البنات نجي كل يوميه، بس الولد يعني نجي مثلا ويا وقت الدوام ونطلع، بس الولد باقين. بس احنا المشكله شنو؟ ان البنات تعرف قدرات التحمل مو مثل الولد، فيعني دي تاذون يروحوا مستشفيات. الولد خطيه، معتصمين ناس تبهذلوا صار 11 يوم، ومع هذا باقين مستمرين وما راح ننسحب. احنا صار لنا اليوم 11 نفترش هاي الرصيف، درجه حراره 65 درجه، وننام هنا بهالحر بهالظيم، ننام هنا. احنا لما جايين هنا احنا جايين ندافع عن حقنا. احنا لما باقين صار لنا 11 يوم وراح نبقى، هاي حصريه لقناتكم او كل القنوات جاي نقولها، احنا راح نبقى، احنا مال نروح نرجع لبيوتنا، وما محققين الهدف اللي احنا جينا من عنده، حلم هذا
أنا لما لبست هاي الخوذة لما وصلت لها بتعب بضيم لحد ما وصلت لها بسهر ليالي لحد ما وصلت لها واستحقيتها واخذتها. مال أنا بعد ما أرجع للبيت أو نرجع بدون تحقيق مطالبنا وأنزع هاي الخوذة وراح أشتغل غير شغلة، هاي بعد ما تصير وما نتنازل عنها وباقين باقين باقين للموت للموت باقين هنا أنا. باقين الشمس شو تسوي بينا؟ خل تسوي بينا لانه ما راح تسوي بينا الشمس اكثر ما تسوي بينا الحياه لما بدنا نشتغل غير شغل المهندس. انا تعبت وتحملنا ضيم شباب كليته مهندسين تحملنا ضيم لحد ما وصلنا الى حصلنا الى شهاده الهندسه، وحقنا حقنا حقنا هو التعيين، حقنا انه نعيش بامان نعيش مستقرين. انا اليوم البارحه وقبل اليوم الوزير يقول اثبتكم العفو اجور يوميه ورا شهر طردني، وين الطوتشي؟ حتى لو عقد ورا 3 أشهر 4 وطردني وين الطوتشي؟ ليش انا ابقى يعني متخلخل؟ ليش يعني ما اتعين؟ يعني هو عين 30 أو 33 ألف، نعم 33 ألف موظف تعينه، ليش ما يعين هاي 500 مهندس؟ ليش ما يعينهم؟ احنا هسه هنا احنا بدنا نحكي على اعتصامنا اليوم 11. انا لحد الان ما سمعت شيء. انا احنا هنا قاعدين لحد يوم 11 ما صار عندنا هذا الموضوع يعني، بس اكيد بالحياه موجود. بس بهنا كليات اهليه وحكوميه، احنا من كليات اهليه وحكوميه، يعني احنا ما عندنا ماكو الظلم على الجميع واحنا هنا موجودين كل المحافظات من الشمال للجنوب، موجود ابن البصره، موجود ابن الموصل، موجود ابن دياله، موجود ابن الحله، موجود ابن ذيقار، كل المحافظات، ابن بغداد اليوم موجود، كل المحافظات اليوم موجوده. احنا هاي طائفه هنا العراق كله هنا موجود، هنا العراقيين. احنا هنا اليوم 11 نبات بهذا الحر، تحت هذا الحر. هاي الأضواء كانوا يشغلوها بالليل، هسه قاموا ما يشغلوها. البارحة ماكو مكان، يعني هاي الأيام ماكو مكان ننام بيها بنا. بالجزرة الوسطية راح تلقانا نايمين، بالجزرة الوسطية من الحر، لأنه هو حار. شايف درجة الحرارة 50، يعني شلون الليل مالك؟ نعم حار، فبالجزرة الوسطية لأنه أصلاً ماكو مكان. حتى لو هاي ماكو مكان هنا، فقمنا ننام بالجزرة الوسطية. قاموا يسدون علينا الضوء. هسه وصلوا الوزارة آخر ما توصلوا إليه صار يومين. ذيك الأيام الضوء مشعول مفتوح وكل الأيام مفتوح، صار يومين بس هذا الشارع فقط، هاي المسافة تنسد الضوء، ما الشارع ينسد. يريدون نأيس، يريدون نروح، بس احنا نقول لهم ما نروح وما نأيس، وباقين للموت. لو نموت هنا أنا ما نرجع. ممنون. هنا احنا تجمع المهندسين العراقيين اللي نشمل المهندس العراقي من كل العراق من الشمال للجنوب. اليوم نوجه رسالتنا للاستاذ الرئيس برهم صالح، نوجه رسالتنا للاستاذ محمد الحلبوسي، نوجه رسالتنا للاستاذ عادل عبد المهدي. اليوم احنا حقنا ومطلبنا التعيين، تعبنا ملينا ما ظل بينا صبر، احنا حقنا ومطلبنا التعيين وما راح نتنازل عنه، ما راح نتنازل عنه للموت. هاي كل الشباب مصره انه هنا تبقى ايش قد ما يطول، ايش قد هم خلقهم طويل احنا اطول، ايش قد هم عندهم قابليه يغلسون وما يسمعون كلامنا ويغاضون النظر. انه يعني احنا قاعدين قدام شباك الوزير، احنا مقابل شباك الوزير، ما معقول الوزير ما يشوفنا. احنا وهاي باب الوزاره يعني يطب ويطلع احنا قباله، ومقابل شباك الوزير قاعدين، بعد وين نروح؟ واحنا بهذا الشمس وبهذا الحر ننام ونقعد وناكل بهذا الشمس وبهذا الحر. مبدئيا استاذ اشوف المعاناة اللي احنا عايشيها حاليا، المعاناة اللي احنا وصلنا لها يعني ما حد يتحملها، لا شاب حاليا اللي قاعد بالبيت ولا وزير ولا ابن وزير ولا بنت وزير، دشوف البنات ودشوف الولد ودشوف الشياب الكبار والصغار الشباب والاطفال كلها حاليا
بالشمس وقاعدة. هذا التبليط هسه درجة الحرارة توصل 50-55 درجة سيليزي، يعني التبليط يشوي، ما تقدر تمشي عليه، ايدك ما تقدر، قاعدة ما تقدر تقعد، هو حار، هو نار. هذه المعاناة اللي يبدأ نعانيها، يعني نبدأ يعانيها أي شخص آخر. اللي نريد من حضرتكم أنه تنقلون صورتنا وتنقلون هاي المعاناة اللي نعيشها. وزارة الكهرباء تقدر تعين مهندسين الكهرباء، مهندسين الكهرباء لهم الحق الأول بالتعيين في وزارة الكهرباء، لأنه مهندس الكهرباء يعتبر بأعلى قمة وزارة الكهرباء. يعني مهندس الكهرباء يكون قيادي، مهندس الكهرباء يصلح بالإنتاج، مهندس الكهرباء يصلح بالتوزيع، مهندس الكهرباء يصلح بالنقل، بمختلف الاختصاصات، بالباور، بالاتصالات، بالإلكترونيك، هو مهندس كهرباء إنتاج توزيع. وإحنا كعراقيين وكبلد عراقي محتاجين الكهرباء بصورة عامة وبصورة خاصة هالمحافظات العراقية التعبانة اللي دشوف حاليا وضعنا. شنو فرق المهندس الكهرباء عن باقي المهندسين اللي موجودين حاليا او باقي الشريحة المتخرجة؟ مثلا عندك الأجهزة الطبية وغيرها من الكليات، عندك مهندسين نفط، عندك مهندسين كيمياوي، كل شخص او كل مهندس حاليا له حق التعيين، ومهندس الكهرباء يكون له حق التعيين الاول، لانه البلد محتاج هيك كفاءات وهيك ناس حتى يبنون هذا البلد، حتى يقدمون الشيء المهم لهذا البلد. اليوم نريد من حضرتكم تنقلون الصوره وتنقلون المعاناه اللي نعيشها، يعني لو نجي نحكي صوره مهمه ونقطه كلش مهمه، اللي هي الشركات الاجنبيه حاليا بالعراق. الشركات الاجنبيه بالعراق شنو اللي تقدمه للعراق؟ شنو اللي تقدمه للشعب العراقي؟ شنو اللي تقدمه؟ اليوم نجي نشوف شركة سيمنز، اليوم نجي نشوف شركة جنرال إلكتريك ماخذين نص. اكو قانون بالعراق يقول انه لازم 80% يتعين كادر عراقي و20% يتعين كادر اجنبي، وحاليا اللي نشوفه العكس، 20% عراقيين و80% اجانب. ليش؟ الاجانب هسه تجيب التعداد وتجيب الاحصائيه تشوف انه السوداني والالماني والتونسي والايطالي وكل اختلف الجنسيات هم حاليا دا يعيشون بخيرات البلد وثروات البلد. اضافه الى ذلك انه كل راتب كل واحد من ذولا تقريبا 3000 دولار او 4000 دولار او اكثر. يعني هسه المهندس العراقي يمكن يقبل ب 1000 دولار واصلا يقدم اللي ما يقدمه ذاك. ليش؟ لانه دا يريد يقدم بحرقه، دا يريد يبني بلد، دا يريد يطور مستقبله، دا يريد يطور مستقبل اطفاله بالمستقبل. هذول شنو يجي ياخذ الراتب مالته وياخذ الجسمه ويطلع بعد ما يشتغل. فلهذا احنا ضروري نركز على نقطه العمالة الأجنبية بالعراق. ليش احنا اليوم كليتنا ما بينا 50 أو 100 مهندس؟ هذا بس ببغداد هسه يقدر يوزعهم على كل المحطات وكل المديريات على 5-5 أو 2-2، بالتالي فما بالك بالعراق ب 18 محافظة، كذا مديرية، كذا ناحية، كذا قضاء. فبالتالي نريد من حضرتكم توصيل المعاناة. أول شيء إحنا صارنا 14 يوم هنا نطالب بحقنا كمهندسين بالتعيين بوزارة الكهرباء، تمام؟ اجتمعنا من جميع محافظات العراق من الشمال للجنوب، جو لهنا صار لهم 14 يوم أي وسيلة حل من وزارة الكهرباء ما جتنا، لا أجا وزير نزل لنا، لا أجا أي أحد غير المدير العام نزل بحلول ثانوية ذكرت بجميع القنوات، كانت مجرد الغرض منها هي إنهاء المظاهرات على اساس انه احنا واصلتنا عقود وهي اي عقد ما واصلنا غير الاجور اليوميه. منو يرضى على نفسه يشتغل ب 12000 وهو ال 12000 جاي من المحافظه كروه ما توصله؟ منو يرضاها على نفسه؟ يرضون المهندسين هاي اللي هي ثاني اعلى شيء بالهرم، الهرم يبدي من الاطباء ينزل جوا مهندسين اللي هم بنات هذا الوطن. قسما بالله اكو ناس تجي هنا تبكي بشر عاديه. هذول ايش وقت يحسون على نفسهم؟ ما يعتبرون نفسهم عراقيين، مباشر عقبك اعلى منصب بالدوله يروح. هاي الدنيا تدور، مستحيل تبقى على حالها، مستحيل. مثل ما انت اليوم مثلا مدير مهم بالكهرباء، باشر عقبك انت مواطن عادي. يعني ما معقول انت هاي الامهات واباء كل هذول اللي نازلين من المحافظات تتخيل تدعي عليك لان تخلي ابنها 14 يوم مفقود منه. 14 يوم درجه الحراره هنا تعبر ال 50، العالم تبهذلت، العالم ايدهم تحترق، رجولتهم تحترق، ما يقدر يمشي هنا.
زائد النساء اللي تيجي هنا هي وتاركه بيتها وتاركه اطفالها وتاركه كل شيء هنا، بس احنا نريد نطالب بحقنا. الاخوان هنا من البصره، من تكريت، من الانبار، من جميع المحافظات هنا جوي اللي انبزعوا، جوي يطالبون بحقوقهم. 14 سنه دراسه ابتدائيه ومتوسطه واعداديه، كملها باصعب دراسه ممكن تنقاس اللي هي هندسه الكهرباء. طيب يعني 4 سنين العالم من تنام هنا تنتهي تموت، لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، لا يقدرون ينامون الصبح بسبب العفو الذبان والإساءات العالم اللي عديمة الأخلاق اللي تجي تهين هاي الشريحة المهمة، تهينهم باللسان، تهينهم يعني حتى عيب أسولفها بالإعلام، تضربنا بأشياء، تضرب بالطوابيك، تضرب بأشياء يعني ما تسولف، حتى عيب أحكيها على الإعلام. ما تتخيل ايش قد تأذى. وأول 10 أيام وراها جت نقابة المهندسين العراقيين دعمتنا بمبردة، وهاي اللي تشوفهن هذني المظلات، منادر كل مندر هالقدوته ما يقيك اصلا لا من حرارة هذا الاسفلت اللي تعبر درجة حرارته 50 و60، ولا يوصلك اي وسيلة ممكن ترتاح بها ظهرك على الاقل المصلوب اللي انت واقف بيه من الصبح للظهر على هذا الرصيف اللي تشوفه الطالب بحقك. مجرد احنا نصبر ومن مستحيل نيأس، لا هسه ولا بعدين، لو ننام على القاع اول ايام نمنا بالقاع وعلى هاي الجزرات الوسطية وموجودة وموثقة، وحتى على الصبات ناموا الولد، واكو ناس اصلا ما تنام في سبيل ان تحصل حقها، وراح نبقى هسه وباكر عقبه وشهر وشهرين وسنه لحد ما نوصل لمطالبنا ولحد ما نوصل لحقنا. احنا مهندسين كهرباء خريجين من الكليات الاهليه الحكوميه، تجمعنا اليوم من كل العراق مطالبه بشيء واحد اللي هو التعيين. التعيين بس حصرا مطلبنا واحد، شنو التعيين؟ احنا تخرجنا من الكليات تعب وسهر وباذيه وقهر وراحه ورجعه ومصاريف وتعب اهل ودراسه وهواي امور كلفتنا، هواي كلفتنا. تاليها من نتخرج ما لقينا لا فرصه عمل لا بالقطاع الخاص ولا بالقطاع العام. اكو شيء يقول لك ما موزيك المر غير على اللي مر منه. احنا لو ما شايفين المر بالواقع ما نجي نتحمل هاي الحراره اللي هي 50 و 55 درجه مئويه، واللي هنا اللي يسوى واللي ما يسوى يعيب علينا ويشتم بينا. وقعدتنا هنا يعني اذا اقول لك هسه جوز وضعيه ترتبت راح اشوف التقبيت اللي قاعدين هنا بالشارع بدون اي سقف، بدون اي خيمه، بدون اي مبرده، بدون كهرباء، بدون مي، بدون وبدون وبدون. حتى جماعه جو من كل العراق محافظات الغداء، هذا الغداء كان حسره موجود اللي روح نجيبه بالقوة، كانت حتى سيارة ما متوفرة نتنقل بيها. هسه شوية تقدر تقول يعني شوية أهون، بس مو معناه إن إحنا لا راح نتخذه بيت. إحنا نريد حل، إحنا ما باقين هنا حتى نعيش. أنا من نصبت الخيمة وحطيت مباردات ووفرت مي، مو معناه هرد أعيش بيها، هذا مو بيتي. أنا معتصم، معتصم واقف هنا يوم يومين أسبوع أريد حقي. فإيش وقت ما الوزارة تسهل هذا المهمة إحنا شايلين. أنا ما ماخذ هذا دستثمرة ولا أرد أبيع بيه مواد غذائيه ولا شيء، انا هذا مجرد قاعد بي اريد اخذ حقي واروح. انا ما جايك انا بدون شهاده وقال لك تعال عيني وزير، ولا قال لك تعال عيني مدير كهرباء، قال لك عيني موظف بسيط، موظف اطلع اشتغل بالكيبلات، اشتغل بالمحطات، اشتغل باي مكان، انا اريد اعمل. ما توفر لي قطاع، ما توفر لي قطاع عام، وفر لي قطاع خاص. قطاع خاص ما وفرت لي، شوف لي حل. ما عندك، عندك شغل بوظائف اعطيني راتب، اعطيني راتب أدسلم راتب، أنا براس الشهر أريد أعيش. أنت ما عندك فائض بوظائف طين راتبي. هاي ليبيا اللي الناس عيب عليها، إذا الدولة ما وفرت شخص راتب وما وفرت له وظيفة يستلم نص مستحقات الموظف اللي دام ويتعب. اللي ما متعين بليبيا إذا تشتري سيارة الدولة تدفع نص فلوسها، والعالم قامت عليه ثورة على معمر وغيره وغيره. أنا ما أدري أحكي سياسة ولا أحكي شيء، فجاي أقيس لك إنه إحنا شباب هناك كفؤة، شباب إحنا شباب مو هينة. اكو عالم يقول لك المهندس العراقي ما عنده خبره، لا خبرتنا كلش عاليه واعلى من خبره اي شخص كان قبل. انا مخيلته مات مقاوية، بس من قعدنا هنا وسولفنا ويا الشباب تبينت ان اكو طاقات مخيفه هنا عندنا. انا يحط لي بالوزاره، يحط لي شخص عمره 60 سنه و65 سنه هو الماوس ما اعرف الاسم، لان مو عصره، انا ما جاي انتقص من عنده، بس هذا مو جيلي. انا حاليا هسه جيل الحاسبه مواكب التطور، باتر عقبه بعد 20 سنه يجوز يطب شيء اجوز انا ما اعرف ليه. مو معناها ابقى متشلب، خلي عيني فتره وشوف لي غير شغله. هو صح افهم مني القاعد، افهم مني جزء بالتوليد بالسوالف القديمه، بس هسه حاليا طب عصر التكنولوجيا تغيرت الوضعيه. هسه ابسط موظف
اذا وقفت عنده طابعه ما راح يعرف يشغلها، اللي يجيب اختصاصي ويسوي لها. اذا وقف عنده راوتر بالشغل راح يوقف شغله. هواي امور بسيطه ما يعرف لها، احنا نعرف لها. اكو امور ما تكنولوجيا، تحكم، سيطره، غيرها وغيرها وغيرها. اجهزه حديثه طبت حاليا ما طبت لنا. ليش ما طبت لنا؟ لان ما عندنا الشخص اللي يعرف يديرها. حاليا احنا كشباب فريش، احنا متخرجين، ممكن انا اعتبر نفسي ما دخام، ممكن الدوله تستغلني، بس من يعبر عمر ال 40 و 45 سنه راح اصير فتشي جامد. اللي عندي اشتغل بين اوكي واتطور بين، بس ما راح اضيف لي شغلات جديده، لان هذا العقل فتشي يكبر يكبر يوصل حد ويقول لك انا هذه طاقتي بعد. احنا مهندسين كهرباء كافة الاقسام الهندسية، والقسم الكهرباء اللي هو الاعلى اقسام الهندسة. انا سافرت ثلاث دول، شفت بان الهندسة بشكل عام هي المحترمة والافضل بالعالم، بس هنا الهندسة لا، ينظرون لها نظرة ثانية. شغلة ثانية، احنا طلعنا هنا نطالب حقنا، اللي هو حقنا شنو؟ اللي هو التعيين. احنا صرنا خريجين من كافة المراحل. اكو قسم خريجين من 2009 و2007 و2008 واكو قسم من 2004 ما متعينين. إضافة إلى ذلك أكو أوائل ومتفوقين طالعينها مظاهرات. إذا هسه أنت ما تتعين شو تتعين؟ إذا هسه أنا عمره 20 سنة أو 25 أو 24 ما متعين شو تتعين؟ شو وقت أتوظف؟ شو وقت أحصل أبني مستقبلي؟ شو وقت؟ يعني إذا تروح للقطاع الخاص، القطاع الخاص يريد من عندك شهادة، يريد العفو، يريد من عندك خبرة، والخبرة منين تجيبها؟ إذا أنت استوك بعدك دارس. شغلة ثانية، المناهج تختلف عن العملي بالحياة العملية، فمن يجيبها الخبرة؟ ما يجيب الخبرة. أغلبنا هنا كلهم طلاب وشباب وخيرة، تريد جاي طالع مظاهرات طلب حقها، ما جاي طالع من بطر، شافت الويل وشافت سواد الليل. قابلت جهات رسمية من قبل الوزارة، شنو الرد اللي كان يجيكم؟ والله قابلنا جهات من الوزير قابلنا، بس ما نفذ مطالب اللي احنا نريد المعتصمين اللي هو التعيين. هو اتطرق إلى شيء احنا ما نريده، أو ما نريده اللي هو ما نريده أصلا، اللي هو الإيجار اليوم احنا ما نريده. أضافة إلى ذلك احنا نريد تعيين، احنا مهندسين مو مهندس. المهندس يعني درس انواع واشكال، درس علم، الهندسه علم، مو الهندسه شيء بسيط يعني. بغض النظر عن الاقسام الاخرى، بس الهندسه لها مكانتها بالمجتمع، لها مكانتها بالهندسه. هو الاكثر اللي يدخل الهندسه هو الذكي والموهوب، مو يدخلها اي واحد الهندسه. هنا انا اشوف يقول لك من حتى كلهم اغلبهم عندهم مواهب وعندهم طموح وعندهم مشاريع، بس ماكو دعم ماكو. يعني اعرف واحد نار يريد يفتح له مشروع بس ما جاي يلقى السيوله والدعم اله. طيب. اضافه الى ذلك كلهم عندهم طموح واحلام، هسه ذول الشباب هاي الحلوه اللي احلامها جاي تدمر. والله صار لنا هنا معتصمين 14 يوم قاضيها على رحمه الله، قاضيها على رحمه الله، يعني قاضيها مشين الامور، مشي الامور زين، بس احنا نريد مطالبه بحقنا اللي هو التعيين. في حال يعني لم تنفذ هذه المطالب، مستمرين انتم هنا؟ احنا مستمرين بالمظاهره، واحنا نتمنى من الجهات او اصحاب القرار بالدوله او باي شيء تنفذ يعني. نتمنى ان تحقق مطالبنا اللي هو التعيين. احنا ما طالبين اكثر من حقنا اللي هو التعيين. اصحاب القرار، اي واحد صاحب القرار بالدوله العراقيه، نتمنى ينفذ مطلبنا اللي هو التعيين. احنا جاي نعتصم هسه اذا تشوف يجوا الشباب. طيب بس شباب. رسالتي للوزير، كل دول احلامهم الشباب تعتمد على التعيين. كل واحد بباله حلم وأمنية تعتمد على التعيين. إذا هاي الأحلام ما تتحقق، الإنسان بدون حلم صعب يعيش مثل الدمى، مثل أي شيء جماد. الأحلام هي أساس الإنسان. فيا سيادة الوزير، ندري بك أنت إنسان كريم وعطوف، نتمنى أن تنظر لنا نظرة أبوية وتعيننا. إحنا بس هذا طلبنا من عندك يا سيادة الوزير. أول شيء نشكركم احنا طبعا لزيارتكم الثانية لنا، ورحم الله والديكم ما قصرتوا. انتوا شفتوا الوضعية، يعني هاي احنا صبح وليل مفترشين القاع، وشوفت عينك هاي الرصيف وهناية. احنا مطالبنا هي بسيطة، واحنا مو يعني مثلا متبطرين او فايخين. اكو ناس هاجمتنا يقول انتوا عندكم قطاع خاص، ليش ما تروح للقطاع الخاص؟ بصورة عامة القطاع الخاص معطل نهائيا. يعني خلي احكي لك، انا ابسط شيء في محافظتنا يمكن كلها تعرف شركة ديالة العامة للصناعات الكهربائية في محافظة ديالة. طبعا الشركة تنتج محولات، مراوح، مكاوي.
وبكفاءة كلش عالية. هذا شيء يعني إذا يريد يفعلها للمنشأة يعني ما أقول لك يبقى يمكن مهندس بالمحافظة قاعد. هاي الحكي مو بس بدياله، طبعا في كل محافظة موجودة شيء للقطاع الخاص يقدر يشغلها. هذه منتهية نهائي بحيث شنو محولات اللي هي بالمواصفات اليابانية اللي عندها الشركة العامة ما يجيبها، شي يسوي؟ يروح يجيب محولات رديئة تركية أو صينية ويدز بيها وفود وغيرها وما أعرف شنو على مود هذا الشيء. ومنتهي نهائي أجيك على الشركات هسه يقول لي ليش ما تروح تشتغل عند الشركات؟ أنا أقول لك رحنا مو ما رحنا زين، أنت مهندس متخرج، أبو الشركة يجي يقول لك أنا أريد خبرة 5 سنين زين، أنا إذا ولا شركة مشغلتني أنا الخبرة مين أجيبها؟ شنو الحل؟ يعني من إحنا دا نلتجئ للوزارة ودا نطلب التعيين ما توفرت لنا بدائل، الحكومة ما بوعت للمهندس حتى توفر له منفذ ثاني. إنه إحنا أبسط شيء قبل فترة طالبوا بقانون حماية المهن الهندسية، إنه يكون قانون حماية للمهندس ومنها ضمن مكاتب الهندسية وغيره وغيره، كلها ما تفعلت. يعني هذا المهندس اللي تعب على نفسه واللي جاب معدل بالثمانين وبالتسعين خلص شهادته وشمرها. يعني عندك علم مهندسين، أنا أصدقائي مهندسين تعرف شنو يشتغل؟ عامل بمطعم، وين دور الشهادة بالموضوع؟ حمال اشتغل. احنا مو طبعا انتقاص يعني من المهنة او هذه، بس انا من حقي، انا من خلصت كلية وتعبت على نفسي وكلها تدري هسه اتحدى اي واحد من اصعب الاقسام الهندسية، هي كلها تعرف الكهرباء والميكانيك. احنا اقسامنا صعبة كلش، تعبنا على نفسنا زين. اذا هم ما يريدون يقولون احنا ما نعين مهندسين، ما نريدكم، اول شغله سدوا الكليات الهندسيه. انا ليش دامل الخريج او الطالب حتى ده يتوجه هاي الكليه؟ اسدها ونقول احنا عزلنا يابا، العراق ما يحتاج مهندسين، هاي اروحوا الله وياكم، احنا عندنا البنغلاديش نجيبهم يشتغلون. تعرف بالجنوب، خل احكي لك بس الشركات النفطيه، يعني ما احكي لك باقي الشركات انه المقاولات وغيرها، فوق 80,000 هي عماله اجنبيه، 20% اللي هم العراقيين وش يشتغلون؟ حالهم حال العمال. المهندس العراقي، انا عندي اصدقاء في مواقع عمل منها بالشركات النفطيه ومنها مصفاه كربلاء، كل حالنا حال العامل. من يطلعون البنغلاديش والصيني وغيرهم يعني يطلعون بالبايسكلات، ناس يطلعون بالمنشآت، اعداد كلش هائله، زين انا وين المهندس العراقي؟ بالبداية اعتصامات سلمية طائعين، مطالب واضحة عند الكل، هو أبسط حقوق الإنسان بهذا البلد التعيين. الكل يعرف بهذا البلد عندنا حقوق كومة، حق المعيشة إلى آخره. احنا طائعين اليوم على أبسط حق اللي هو التعيين، اللي سووا علينا معضلة صار لهم 14 يوم لا نزل لنا واحد، لا طبق إن هنا وزير، لا مدير عام، لا مجلس. الجهات الرسمية نزلت لنا مجرد يعطونا بنج أبرة تخدير ويطلع. حتى الوعود مالتهم ما معقولة، يعني يقول لي أعطيك أجر يومي، والله شنو شيل الخيمة الله أعطيك إياه وقع لك عليه؟ ما أخيش أنا 14 يوم بهذا الحر بهذا الشمس، يقول لي أجر يومي حالي حال أي عامل 12,000 باليوم، ها وهذا الأجر اليومي حتى ما مضمون، يقول لي شيل الخيمة تفلشها يا الله أعطيك. يعني مطالبهم غير، المفاوضات حتى مالتهم غير قانونية، يعني تشيل خيمة تعطيك أجر. زين أنا 14 يوم بالحر بالشمس، هاي يصير رصيف الساعة بالسبعة بثمانية بالليل يشوي، إذا بالثنتين الظهر شلون درجة حرارة تعبر حتى 60 بالرصيف. معاناتنا هاي اللي شوفت عينك، يعني انت موجود يوميا ودي اشوف، لا اكل مثل البشر، لا شرب مثل البشر، لا نوم، يعني واحد ينام ساعتين باليوم، شوف يعني تكفي ساعتين باليوم يعني تكفي حتى يبقى بكامل قوة طول اليوم؟ ما تكفي هاي. ويجيني يقول لي ليش ما تشتغل قطاع خاص؟ على من اشتغل قطاع خاص؟ انت لازم توفر لي، انت علي صرت بالحكومة اذا ما توفر لي هذا الشيء؟
هذا واجب عليك، ثانيا من اجي على القطاع الخاص. خليه يروح يشوف. عندك بالدستور يقول لك 50% عمال اجنبيين 50% عراقيين. من تروح تشوف 80 ب 20 والعراقي عقد 6 شهور ويطلع، ماكو هيك شيء. خليه يشوف حل، لو يوفر لي وظائف. وهذا الشيء واجب عليه، وانا ما هذا مو مطلب، هذا حق من حقوقي مكفول بالدستور، هو اعلم بهذا الشيء. فلازم يشوف لنا صوره حل يعني الى متى. واحنا ما انا عبالا راح نمل، لا والله ما نمل لحد ما ناخذ حقنا بدينا. يعني هذا احنا يعني طالبين اكثر شيء، طالبين اكثر من حقنا؟ ما اعتقد. خلي يجي يابا، اذا انتم طالبين اكثر من حقكم ها نشيل هذني ونروح. واذا يرضاها على ولده او بناته خلي يوم واحد يقعدون ويانا هنا، يوم واحد اذا تحملوا نشيل غراضنا ونروح وما نريد كل شيء. وخلي يسمع، وخلي يسمع كلامي من خلالكم، علوات وصل هي. اذا خلي يجي هو او ولده او بناته يوم واحد يقعد، اذا كمل اليوم نشيل غراضنا ونروح. انا جاي هنا وقاطع مسافه تقريبا يعني بالكيلومترات، جاي من محافظه ذيقار، اطالب بابسط حقوقي وهي التعيين. يعني انا درست تقريبا 18 سنه، درست سنتين معهد واوائل كملت هندسه كهرباء 18 سنه يعني. وبالنتيجه يعني ما جاي اشوف يعني ثمرتي يعني وينها، ما جاي احصلها. يعني انا مهندس اشتغلت عماله اشتغلت، بس شفت هذا الشيء يعني مو مستواي، يعني شفت ذله بيها، تعبت حيل. يا يعني وين تروح يعني ما تعرف يعني. فجايين هنا يعني نطالب ابسط الحقوق وهي تعيين، ومو يعني هي هاي مو مشكله، تعتبر يعني ابد مو مشكله. يعني تروح الدول يعني هاي ما يعتبروها مشكله، بس احنا للاسف بلد خيرات، جاي نشوف المهندس وشريحة المهندسين مظلومة. واحنا من خلالكم ومن خلال الكاميرا ان شاء الله يعني نطالب ابسط هاي الحقوق، ونطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان ينظر هاي الشريحة المظلومة. مع الأسف احنا استاذ صار المهندس بهذا البلد ما محترم، ما 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 ماخذ حقوقه بصورة تامة. انه احنا كمهندسين هسه احكي لك عن نفسي وعن الاخوة اللي موجودين هنا، احنا ابسط شيء احنا مهندسين كهرباء وخريجين سنوات مختلفة، يعني من 2008 الى 2007 الى 2011 وسنوات مختلفة، يعني قاعدين صار لنا اليوم اللي هذه الليلة ال 15 للاعتصام، ما طلع واحد من الوزارة وقال ذولا مهندسين داعمين لهاي الوزارة، داعمين للكهرباء، يعني هي وزارة تدعي بالإعمار وبالتطوير الكهرباء. زين انت وزارة غير يعني تطور الكهرباء بيمن تطوره بالمهندس لو بشنو غير بالمهندس الكهرباء. احنا مع الأسف اليوم مهندس الكهرباء يعني مظلوم إلى أبعد الحدود من قبل وزارة الكهرباء بوجه الخصوص. الاعتصامات يعني جماعة خرجوا بسبب الظروف يعني اللي مروا بيها، أكو ناس متخرجة ومتزوجة وقاعدة. مهندسين كهرباء من كافة المحافظات، من البصرة، من الناصرية، من السماء وباقي المحافظات من الجنوب للشمال، خرجوا من يعني من ما شاهدوا من المعاناة من القطاع الخاص والقطاع العام. القطاع الخاص ما يشغلك إلا يكون عندك خبرة أو مثلاً عندك واسطة أو عندك عرف يشغلك، بينما القطاع العام معروف لاكو تعيينات لاكو شغل. يعني الأجراء والعقود صعدوهم اللي هم 33,000 مو اختصاص كهرباء، شلون صعد لك أنت مختصاص كهرباء وعندك مهندسين؟ ليش تظلم هيك شريحة؟ يعني شنو ذنبنا إحنا؟ يعني من يطلع 14 يوم بهذا الحر واللي طلعوا يعني لا ماكو، لا كل شيء ماكو، بس سماء والطارق قاعدين على القاع، قتلهم الحر والنقابه يتعاركون اسبوع ما اسبوعين الا جابت لهم هاي الشمسيات. شنو ذنبهم؟
يعني الجماعة كوبيهم جابوا كراسي وقعدوا أكلهم الحركة، لا مبردات لا أكل لا شرب. واللجنة نظمت إنه سوت جروبات وقامت تنشر اللي صار هنا، فصار تحشيد لهم، فجات من جميع أنحاء المحافظة على مود نطالب حقوقنا إحنا كمهندسين كهرباء عراقيين. يعني شنو ذنبنا إحنا؟ حقنا ما يعني إحنا ما طالبين منه، مو من جيب إحنا طالبين، مو من جيب، هو وزير 4 سنوات وراح يروح يجي غيره، مو صحيح؟ بس إحنا كمهندسين تعبنا واجتهدنا وهنا صرفوا علينا وتعبوا علينا، على شنو؟ أروح أشتغل عمالة لو أروح أشتغل خضارة مع احترامات إنه، مو صحيح لو أشتغل سائق تاكسي وذل بين العالم على 10,000 دينار بينما أنا مهندس، يعني أنا أستلم راتب أقدر أعين نفسي أكون نفسي. أنا بالنسبة لي ما متزوج، أكون ناس متزوجة عندها أطفال عندها عوائل، شلون أدبر أرواحها؟ تدبر أرواحها بال10,000 دينار هاي مثلاً؟